بالنسبة للتعليم الحمد لله شحال ضيعت هذه الحكومة، شحال ضيعت لها التلاميذ، شحال ضيعت لها البلاد. شهرين ونص تقريبا كاع 3 شهور ديال الاضراب اللي داير الاساتذه، ولكن راه ما عندها ما دير. راه كان ممكن تكون 6 شهور، تكون 7 شهور. هذا الموضوع هذا ما عمرش واحد هضر فيه، وما عمر هذه الزياده اللي تزادت اليوم زادت، اللي ما عمرها تزادت في التاريخ تزادت اليوم. يعني داروا مجهود كبير 3 شهور ديال الاضراب ما كاين حتى شي مشكل، يعني وكانوا مئات الالاف ديال الاساتذه اللي دايرين الاضراب، ما الحكومه ما يمكنش تناقش معاهم. 100,000 ولا 200 ولا 300,000 ما ماشي مهمه، لان مهمين هما النقابات، النقابات الاكثر تمثيليه، هكا الدستور تيقول. اذا الحكومه احترمت الدستور الله يجازيها بخير، وخلات 100,000، انا كنقول 100 200 300 حيت راه ما عنديش العدد بالضبط ديال الاساتذه اللي كانوا مضربين والموظفين ديال التربيه الوطنيه. يعني تنقول 100,000 200,000، يمكن جاء على لسان مؤخرا يعني وزير التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي، جعل اللسان ديالو انه كيهضر على 96,000 استاذ. من اين نفترض ان هي فقط 96,000؟ يعني 100,000، انا ما مشيتش ل 200,000، وخا داك المسيرات يعني تبارك الله العدد في مدن كثيره في المغرب. يعني خليناهم تهضروا وهما في التالي غادي ان شاء الله اتفاقيات. يعني في التاريخ باش تعرفوا المرونه ديال هذه الحكومه، في سنه واحده توقعوا 3 ديال الاتفاقيات في التعليم. شنو بغينا اكثر من هذا الشيء؟ هذا يعني هذا الشيء كيدل على ان الاتفاقيه فيها مصداقيه، الاتفاقيه الوحده فيها مصداقيه، ها تبقى عندها مصداقيه، تبقى الاتفاقيه الاولى والثانيه والثالثه ولما لا رابعه. يعني الاتفاقيات تبارك الله ملي غيكثروا غتبقى عندهم المصداقيه. هذا كيدل على الانفتاح ديال الحكومه والمرونه ديالها، ها وكتسمع الاساتذه وكتسمع لهم مشاكلهم، ما سمعاش التنسيقيات، لانهم هذوك غير في الشارع غير منظمين. انا من نديروا بهم 3 شهور ديال الاضراب و3 شهور التلاميذ ما تيقراوش، الحمد لله ماشي بزاف. 3 شهور ماشي بزاف، 3 شهور شحال هي؟ تقريبا النص ديال العام، ها نحيدوا العطل هي تقريبا النص ديال العام، وفاش جاتنا حنا النص ديال العام ما قراوش التلاميذ. الحمد لله غادي نداركو، الحمد لله غادي الحكومه غادي الدارك. يعني حتى كانوا يعني كان اجرام اكثر ولا شي حاجه، ان شاء الله الامن غادي يدخل ان شاء الله ويضبط الامور، وممكن العطل نقريو فيهم، ممكن ما تكونش عطله صيفيه، على اي غادي تشوف طرق باش تحل ان شاء الله هذا المشكل هذا. تنشكروها ايضا لانها الحكومه لانها فيقت الهيئه مناهضه الرشوه، فيقتها تحركات هاد السنتين، جات تحركات ما عارف واش هبطنا شويه في التصنيف العالمي في الرشوه، ما هبطناش لا نفسها، يمكن وزدنا شي نقيطه اللور ولا جوج نقيطات، ولكن ماشي عيب. يعني فيقتها اللي مات هذه بزاف دي شهر ولا شهرين، هذه تقريبا هذا العام كله هاد الهيئه خرجت تصدر وكدير تقارير، والحمد لله وبزاف ديال الناس اللي وقفوا يعني في هذا المشكل ديال الرشوه، ونقصنا من الرشوه الحمد لله في البلاد. مجلس المنافسه ايضا فيقاته، شكرا للحكومه لان فيقات مجلس المنافسه، ناتي يشتغل ايضا بالنسبه للبنوك اللي هي سوق حره، باش ما يكونش نفس النسب اللي كتطبق في الفوائد في القروض. الحمد لله شركة التأمين حتى هي راه وقفتها، حتى ما كانش يمشي التأمين، ما كاينش شي فرق كبير، يعني ما كاينش اتفاق بيناتهم. والمحروقات حتى هما يعني دارت الحمد لله وقفت لهم، والدليل على هذا هو ان مجلس المنافسة مؤخرا خدا واحد القرار ديال طبق واحد الغرامة، او قرر باش تكون هناك غرامة عقوبة في حق شركة المحروقات ديال 1.8 مليار ديال الدرهم، اللي كتشكل يعني واحد النسبة مئوية ضعيفة جدا في الأرباح، ولكن الحمد لله دارتها. يعني هادشي راه ما دارش قبل، هادشي هذا مهم. هي الأرباح سنوات، وهي شركة المحروقات في أرباح تترتفع مرتفعة بالمليارات باليوم، ها ماشي بالشهر، والحمد لله مزيان مزيان.
كنشكروا الحكومه ايضا لانها وقفت النزيف ديال سيارات الخدمه هذوك اللي فيهم المغرب بالاحمر اللي مش حال العدد ديالهم، ممكن نقول 100 الف سياره في المغرب، 150 200 الف 250 الف سياره، يعني الحمد لله ما بقيناش نشوفهم بزاف. العيد الكبير ما كيهز حد الحولي ديالو في داك السياره ديال الخدمه، ما بقى يمشي بها الحمامات النساء ديالهم اللي ماشي هما اللي موظفات، هادو نساء الموظفين المسؤولين، ما بقاش يمشي بهم الحمام، ما بقاش يمشي بهم المطاعم في الليل، ما بقاش يمشي حفلات يوم السبت والحد اللي كتكون عطله، ما بقاش يسافروا بهم. هادشي كله تنلاحظوه في الوقت اللي البنزين غلى، يعني وعاو بانه خصنا نقصوا هذا الشيء هذا، وداروا دوريات وتعاقبوا بزاف ديال الموظفين اللي ما طبقوش الدوريه ديال انهم يستعملوا السياره سياره خدمه في مآرب شخصيه. الحمد لله دابا هذه بعدا مزيانه، هذه مزيانه، يعني الشيء كله تي 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 تبرد علينا وتفرحنا. الموظفين الاشباح كانت تكلموا على الرباط، يعني مدينه الرباط اللي قال لك فيها، يعني مسؤوله تكلمات قالت بان هناك 90,000 موظف شبح، وفي المغرب ما عرفت شحال الا كانت غير في الرباط، ما عرفوش 90,000 قالت ولا 9,000، انا كنت الذاكره ديالي في الرقم كتخوني، واش 9,000 ولا 90,000. الحمد لله هادو كلهم راه يعني غيتوقفوا ان شاء الله، غيتوقفوا، يعني كاين ان شاء الله اراده، يعني ان شاء الله غادي توقفوا، ما غاديش يبقاو في المغرب كلهم هاد الموظفين اشباح اللي كتلقى غير البدله ديالهم محطوطه فوق الكرسي هو ما كاينش، ولا غير الكرسي كاين هو ما كاينش، ولا المكتب ديالو مشدود وفيه سميتو هو ما كاينش، ولا غير الاجر ديالو كيدوز له شهريا عنده رقم التاجير ديالو وهو ما كيخدمش. لا تهذا ان شاء الله الحمد لله كاينه نيه، حتى هو غادي يتغير. ثم الحكومه كيف وعدتينا الله يجازيك بخير باش تخلقي مليون منصب شغل، اليوم نصف الولايات تقريبا، اذا المفروض نكونوا وضفنا واحد من 500,000 ما بعيداش خدمات في اوراش انتم عارفين، اوراش كاين اللي كيخدم شهر شهرين وكيخرج، ولكن كتحسبوا حيت حنا اللي تهمنا الحساب، في التالي غادي نشوفوا واش وصلنا المليون. دابا راه الحمد لله غادا الارقام مزيان، اذا اوراش تنخدموه واحد شهرين ولا ثلاث شهور، تيصبغوا واحد المدرسه ولا تيصاوبوا هذا الطريق ولا تنخرطوا واحد المشروع اللي دارت واحد الصفقه عموميه، واللي الدوله بالقوه ديالها، يعني الحكومه هذه الرؤيه ديال الحكومه كتقول الشركات باش تاخذي صفقه عموميه خصك توظفي الناس في اطار اوراش وكتخدمهم، تتسالي ذاك الصفقه وكيمشيو بحالهم. هذا يعني حنا كنا كنتمناو يكون قار، ولكن ماشي قار، ولكن خدماتهم شهرين ثلاث شهور، يعني المهم غنحسبوهم في التالي، غنحسبوهم في المليون. وكاين مشروع ديال فرصه بحال اللي نجح سابقا مقاولون الشباب، مشروع برنامج مقاولون الشباب، ثم عارفين كيفاش داز المقاول الذاتي اللي مازال دابا الناس كيعانيو. ها هو فرصه عاوتاني ضافت، هو وظف لنا 20,000 او 21,000 و200 شخص اللي تعطات له واحد الدعم ديال 100,000 درهم، يعني مازال الناس كيحتجوا، ولكن الحمد لله نضيفوها حتى هي في 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 هذه الحصيله الايجابيه. شكرا للحكومه لانها دخلت باش توقف هذا المكتب الوطني للماء والكهرباء اللي كياخذ المواطنين 30 درهم، انا كنت صاحبني غير 30 درهم، ملي كتاخر في اداء الفاتوره كيقطعوا لك واحد 30 درهم، تيقول خصك تخلص 30 درهم حيت ما خلصتيش في التاريخ اللي كان خصك تخلص فيه، الا تعطلتي نهار واحد. انا صاحبني غير 30,000 درهم، 30 درهم ساعات بين لي بانه مدن تختلف، المبالغ تختلف باختلاف المدينه، اذا كاين مدينه كيقطعوا 100 درهم، كاين مدينه كيقطعوا فيها 53 درهم، كاين مدينه كيقطعوا 78 درهم، شنو هو السند القانوني؟ انا ما عارفوش. يعني الحمد لله عندها النيه الحكومه باش توقف هذا الشيء هذا، لانه الجيب ديال المواطن يعني تهلك بالغلاء ديال الاسعار اللي دارت فيه مجهود، كيف تكلمت على المخطط الاخضر وعلى الامن الغذائي كدير واحد المجهود من ضمنه، يعني دعم البذور حتى هو باش الغلاء ديال الاسعار ما يبقاش ان شاء الله دابا ثلاث شهور ولا اربع شهور، هذا البذور اللي دعمنا دابا حتى هي غادي تنقص لنا ان شاء الله بالثمن. تكلمت على ذاك الفلوس ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء، يعني من غير الفلوس اللي تقاضات لهذا المواطن المسكين تيخرج
50 درهم باش يتقضى كان تيدي شحال هذه قفه عامره، دابا 30 50 درهم اللي غيتقضى بها ما يمكن له يدي بها الا 4 كيلو، 4 كيلو في كل شيء يختار. ما بقاش عندنا سكسو حنا بسبع خضاري، ولا يمكننا نديرو بسبع خضاري، ولكن بسبع خضره، خضره واحده، خزويا، بطاطا، مطيشه، مكور، القرعه، نزيدو الحمص الى زدناه حتى هو، البصله، والقرعه حمراء، درنا قرعه صغيره، ولا نديرو الفول، ولكن حاجه من الواحده، هذه سبع خضاري. ما بقاش سبع خضاري داكشي ديال هذا، لا حيت 50 درهم ما يمكنلاش جبنا سبع خضاري، غنجيبنا ثلاثه ديال الخضاري ولا اربعه ديال الخضاري، 12 درهم 13 درهم للكيلو، انتهى الامر. إذن يعني عندها نيه باش توقف هاد الفلوس اللي كتاخذ هاد المكتب الوطني للماء والكهرباء، 30 درهم ان شاء الله غادي تزولها انا يعني مزيان ان شاء الله. ما بقاش دكتور لا يعني كنظن هادو ما النقاط، لا مازال كاين اقتطاعات الحمد لله اللي داروا الاساتذه غادي ترجع فيهم حتى هما، لان عارفه بانه غير قانوني، والعيب ليس في ان يخطئ الانسان أو في أن تخطأ الحكومة، ولكن العيب في أن تتمادى الحكومة في الخطأ. هي عرفت بأن الاقتطاع غير قانوني، غادي تردهم فلوسهم. غير هو هاد المعارضة اليوم اللي ما كتخونش بواجب ديالها. دابا تخيلوا معايا التعليم، الأساتذة دوك التنسيقيات اللي خرجوا راها تعبير عن معارضة على النقابات. ها دابا تخيلوا معايا الا لقينا الدواء بالنسبه للتعليم، كاينه نقابات الاكثر تمثيليه وجات التنسيقيات وعبرت بهذيك الطريقه الحضاريه، الحمد لله ما كانش فوضى، ما كان عبروا على عدم الرضا ديالهم. ولكن تخيلوا معايا الناس شكون اللي غادي يمثلهم؟ ها الا ما مثلاتهمش للمعارضه وعبرت لهم على ذاك المعاناه ديالهم والضغط اللي عندهم والغضب ديالهم، وفاجات عليهم شي شويه وشافوهم في التلفازه كيديروا المعارضه بصح وكيتكلموا مع الحكومه وتيقول لها علاش درتي هذه وعلاش درتي هذه وعلاش ما صوبتيش هذه وعلاش وعدتي بهذه وما درتيش هذه، شكون اللي غادي يدير هذه المعارضه؟ الناس غادي يخرجوا للشارع يديروا المعارضه، ما نبغيوش هذا الشيء هذا يوقع، ما نبغيوش يوقع، حنا بغينا المعارضه تقوم بالواجب ديالها. كنظن هاد البطاله دخلت الحكومه على 11%، دابا راه حنا 13. اذا خلق منصب، دابا انا بغيت نفهم، خلق مليون منصب والبطاله طلعات، ما فهمتش ملي كنخلقوا مليون منصب وحنا في العمل ديال نصف الولايه خص تكون على 500 الف تخلقات، اذا خص البطاله تنقص. لا البطاله زادت يمكن، ولكن عندها النيه الله يجازيها بخير على النيه، لانه البطاله ان شاء الله غادي تهبط. وغنرجع للمواعيد المهمه، عندنا مواعيد ديال العيد الكبير، عندنا مواعيد ديال رمضان، عندنا مواعيد ديال العطله الصيفيه، عندنا مواعيد كثيره، ولكن واش الحكومه كانت في المواعيد مع الشعب المغربي؟ على اين؟ راه دارت مجهود، راه جابتنا الخروف باش يعيدوا الناس، ودارت له الدعم، وبقى الخروف ب 2500 درهم، ما عرفت شي حاجه، العيب فينا، حنا اللي كنمشيو نتقداو، ودارت لنا الابقال البرازيليه جابتهم باش اللحم يكثر في السواق المغربيه، وما بقاش اللحم ب 100 درهم، وما عرفت شنو وقع، يعني الناس عزيز عليهم اللحم ديالنا، وبغاوش اللحم البرازيلي، وشراو اللحم الاخر ب 100 درهم، يعني ما تغيرش، ولكن النية، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني الحمد لله هادشي كله مزيان، وجات قضات على الغياب في البرلمان، عندنا 395 برلماني الحمد لله، دابا كيحضروا في بعض الجلسات وبعض القوانين كاع اللي تصوت عليهم، 150 160 الحمد لله 150 تيتخلصوا كاينين. المهم انا بغيت غير نسطر على ما هو ايجابي، يعني تبارك الله كاين بزاف ديال الامور اللي هي ايجابيه، ومازال ان شاء الله الخير غادي يكون القدام. يعني الحمد لله داك الشيء اللي كنستاهلو وفرته لنا الحكومه، وحنا غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا مجهود باش نحنا نتحسنوا في السلوك ديالنا، ونحاولوا نتفهموا يعني الظروف الحاليه القاسيه، ان كاين تضخم على المستوى العالمي، كاين حروب على المستوى العالمي، كاين جفاف، يعني كاين زلزال داز، كاين بطاله اكثر وهذا في العالم، يعني خصنا نتفهموا، حنا غادي نديروا ان شاء الله
مجهودنا. انا شخصيا غنحاول ندير مجهود باش يعني انسان يتفهم ويعرف بين الظروف اللي جات في هذه الحكومه راه ظروف قاسيه. على اي شكرا بمناسبه نهايه السنه، شكرا للحكومه على كل ما قامت به، واحسن ما قامت به الحكومه يعني من اجمل ما كتقوم به الحكومه هو التواصل. يعني الحمد لله كتشبعنا وكتشرح لنا وباسلوب سلس وما فيه لا استفزاز ولا غطرسه ولا عجرفه ولا تكبر ولا احتقار والو. يعني ومسعى خاطرها معنا، يعني كل المتواصلين اللي كيخرجوا يتواصلوا بها